يهدف مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي إلى ضم لاعبين جدد في المرحلة القادمة، وذلك في إطار تجديد التشكيلة التي أخفقت في الوصول إلى بطولة كأس العالم وقبلها الخروج من الدور الأول لأمم إفريقيا بالكاميرون. ويرى المتابعون أن الوقت ربما حان بالنسبة للمدرب جمال بلماضي للاعتماد على مختلف العناصر الشابة المنتشرة في مختلف الأندية الأوروبية وخصوصا في فرنسا، على غرار هداف فريق ليون يانيس لاغا الذي يتابعه كذلك منتخب الديوك. وستكون أفضل طريقة لجمال بلماضي هي الاعتماد على الطريقة التي ينتهجها مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي يستدعي في كل معسكر لاعبين شباب لضمان خدماتهم مستقبلا خوفا من دخول منتخبات أخرى على الخط. وكان يانيس لاغا قد صنع الحدث في شهر أكتوبر الماضي، وذلك عندما تلقى دعوة من المنتخب الجزائري لأقل من 18 سنة وأخرى من نظيره الفرنسي في ذات الفترة، لكن اللاعب وفي خطوة شجاعة فضل تلبية دعوة الخضر في موقف نال به إشادة كبيرة من قبل الجماهير الجزائرية التي بدورها أصبحت تطالب بالماضي بإعطائه فرصة الظهور مع المنتخب الأول لضمان خدماته مستقبلا قبل أن تزيد عليه حجم الضغوطات الفرنسية أكثر وتدفعه لتغيير رأيه. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.